السلام عليكم أعزائي، كي دايرين؟ كنتمنى إن شاء الله الفيديو اليوم يلقاكم بصحة والسلام بإذن الله. اليوم إن شاء الله الفيديو ديالنا خفيف ظريف. جيت من الخدمة، لقيت راسي نسيت ما خرجتش اللحم ولا الدجاج من المجمد، سو لقيت بأن سمك سلمون غندير به واحد الوجبة سريعة، وقلت علاش لا نشارك معكم هاد الوصفة هذه اللي سهلة. درت هنايا عندنا البروتين في العشاء ديالنا اللي هو السمك سلمون، درنا الكاربس اللي هنايا البطاطا صوبتها هي في الدار، غنشارك معكم ان شاء الله الطريقه. بطاطا بيوري، وهنايا بالنسبه للفايبر درنا هنايا البراسل سبراوت لي شو دو بروكسل، ما عرفتش سميتو بالعربيه، هو هذا طيبته حتى هويا وحمرته بحال درت له الباربيكيو. سو كنتمنى ان شاء الله الوصفات بثلاثه اليوم يتنالوا الاعجاب ديالكم، وكيف ديما الا عجبتكم المائده ديالنا ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك وبسبسكرايب، ونخليكم دابا مع الوصفات باذن الله. اول حاجه ان شاء الله غنبدا بها العشاء هي البطاطا، غتاخذ ليا تقريبا واحد 11 دقيقه، كل واحد هنا يدير المقادير على حسب العائله ديالو. غنسد هنايا مليحه، وغادي نزيد واحد 350 مليلتر ديال الماء. عندي هنا كيلو ونص البطاطا، صافي هنا ان شاء الله غادي نسد على البطاطا واحد المده ديال 11 دقيقه. كتشوفوا معايا 11 دقيقه، لا وندير ستارت. سو دابا ان شاء الله بعد 11 دقيقه نرجعو نكملو البطاطا ديالنا بيوري. في هاد الاثناء هادي غادي ندوز دابا ان شاء الله ونشرمل السلمون. دابا ان شاء الله هنا غنبدا نوجد التتبيله ديال سمك السلمون. الكوكو ديالي انا خليته غير فوق البوطه لان 11 دقيقه راه دغيا غادي تسالي. سو بالنسبه للتتبيله ديال السلمون غندير فيه ان شاء الله عندي هنايا الملح على حسب الكونتيتي ديال السمك اللي عندنا. غادي نديرو التوابل ديالنا، عندي هنايا الفلفل الاسود، ان شاء الله هنا غادي ندير الثومه باودر، وعندي كذلك البصله باودر، وعندي بابريكا ولا كي تنقولوا تحميره. هادو هما التوابل ان شاء الله اللي غادي نستعمل في سمك السلمون ديالي. دابا ندوزو نصاوبو واحد لاصوص اللي غادي نديروها حتى هي كذلك منين ان شاء الله يطيب لينا. بالنسبه لاصوص باش غنسقيو سمك السلمون ديالنا ان شاء الله منين يطيب، انا غادي ندير هنايا الحار، درت هادي ريد هات الاوريجينال، سو استعملوا اي حار موجود عندكم. هنايا درت جوج معالق كبار ديال السكر البني براون شوغر. هنا ان شاء الله غنخلط وندوب هذاك السكر في هاد هادي الصوص الحاره. صافي هنايا دونك قداتني، المهم انا تندير عيني ميزاني، كي تنقول لكم ديما نديرو على حسب الكونتيتي ديال السمك ديالكم. انا هنا كاين عندي في الدار اللي تيبغي الحار كاين اللي ما كيبغيش الحار، دونك اللي كيبغي الحار غنديرو ليه، اللي ما كيبغيش ما غاديش نديرو، غادي نكتفي غير بالتوابل اللي صوبنا من قبل. هنا حبيبي كي تشوفوا معايا السمك ديالي ها هو غسلته مزيان، رقدته في الحامض وغسلته مزيان. دابا ان شاء الله غنسقطرو وندوزو باش ندير له التوابل ديالو باذن الله. بعد ما غسلنا سمك السلمون ديالنا مزيان نشفته من التحت، دابا ان شاء الله غادي نشفو كذلك من الفوق. بغينا هذوك التوابل لصقو ما يكونش فيه الماء وداك الشيء وكلشي تي هذا تيطيح لينا في اللاطة. اوكي هنايا من بعد ما نشفنا هذا السمك ديالنا، عندي هنايا عصير ديال الليمون ولا الحامض كي تنقولوا ليه، غادي نسقي به ان شاء الله دابا هاد الحوت مزيان يتشرب كله هذاك العصير. هو نديرو هو في الطبقة الأولى قبل ما ندير التوابل باش منين ندير التوابل تشد مزيان في الحوت. دابا هنا غادي ناخد التوابل اللي صوبنا من قبل، غادي نديرها إن شاء الله على السمك مزيان. إلا عندنا، أنا عندي السمك هنايا فيه الجلدة ديالتو وباقا فيه لتحت، أنوريكم كي تشوفوا معايا. دونك غادي ندير له التوابل أنا غير من الفوق،
الجلده حنا ملي غادي نديرو الباربيكيو ما كناكلوهاش ما تيبغوهاش ليا الدراري تيحيدوها، دونك بلا ما ندير لا التوابل تحت. الا عندكم سمك ما فيهش جلده ديروا التوابل في الجهات بجوج من الفوق ومن التحت. تتشوفوا معايا انا درت كل هذاك التوابل اللي صوبت، نسيت نكمل هادشي اللي بقى عندي. بغيناه ان شاء الله يتشرب مزيان هاد التوابل، دخل ان شاء الله مزيان بحال هكا. غنخليه دابا يتمارينيتا حيت انا بغيت ندير له الباربيكيو. الباربيكيو غير 8 دقائق هو طاب في هذا، دابا هو غادي يتمارينيتا. بالنسبه للطبق الجانبي ان شاء الله اليوم انا غادي ندير البراسل سبراوت لي شو دو بروكسيل. رقدتو في الخل والماء وبدلت له الماء شي جوج المرات وعزلت هذوك كاع لي الوراق عندهم خايبين حيدتهم ليهم. بما ان انا عندي هذا صغير غير خليته هكا صحيح، الا كان عندكم كبير ممكن انكم تقسموه على جوج وباش يطيب ان شاء الله متساوي. سو دابا ان شاء الله هنايا البراسل سبراوت ديالنا انا غادي نزيد هنايا الملح، نزيد ان شاء الله الفلفل الاسود، ندير زيت. انا هنا ان شاء الله اليوم غنطيب بزيت ديال العنب. طيبوا باي زيت بغيتو، اي حاجه موجوده. انا داكشي اللي عندي في الدار راني كنديرو، ما كنخرجش نشري باش نجي ندير مثلا فيديو ولا شي حاجه، اللي كاين كنعديو به. هنايا البراسل سبراوت ديالنا دهنتو مزيان، شرب هذيك الزيت مع الفلفل الاسود والملح. دابا ان شاء الله راه غادي ندخلو الفرن، غادي نديرو على 400 فرنهايت لمده ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. 400 فرنهايت تقريبا 200 سلسيس. دابا هنايا ان شاء الله الحوت ديالنا راه تبلت وخليته كيتمارينيتا، الطبق الجانبي راه حتى هو موجود. دابا ندوزو ان شاء الله نكملو الطبق ديالنا ديال البطاطا. هنا اش غادي نديرو، غادي نصفيوها الا باقي فيها الماء نصفيوها من الماء، تصفى منها الماء نهائيا ونمعسوها باش تولي على شكل بيغي. تو انا بالي بان باقي عندي الماء، غادي ان شاء الله غير شويه الماء كي تشوفوا معايا. دابا غنبدا نصفيها ونرجع معكم باذن الله. هنا كي تشوفوا معايا ماشيت هذيك البوتيتو مزيان. دابا هنا غير باش نحيد منها الا باقي فيها شي حاجه الماء ولا هذا، غادي نديرها شويه على سوتي غير باش الا كانت الحاجات الماء تنشف. وغادي نبقى نحرك فيها، راه باقي ما درت فيها والو غير بطاطا بوحديتها تشوفوا معايا. هنا من بعد ما تاكدت بان ما بقاش فيها الماء نهائيا، دابا ان شاء الله غندوز نبدا نزيد التوابل. غادي ندير ان شاء الله هنايا شويه الملح، واخا درت الملح من قبل دقتها لقيت باقي خاص شويه. غادي ندير ان شاء الله هنايا عندي الثومه باودر، غادي ندير هنايا ان شاء الله البصل باودر، نزيد الكريمه السائله ها هي كتشوفوا معايا. انا كندير عيني ميزاني وكنبقى نحرك ولا خاصو نزيد. هنايا عندي غادي نزيد الحليب، هنا غادي نزيد كذلك الجبن ديال البارميزان. داكشي علاش انا درت ليكويد داكشي السائل شويه كثير، لان البارميزان كي تيشرب بارماجان كنديرو ما كنديرش شي نوع اخر لانه كيدوب وما تيديرش الخيوط، يعني كتكون البنه ديال الجبن بلا ما نشوفوه. هنا عندي واحد 3 حتى 4 معالق ديال الزبده اللي قطعتهم هنا دايس، يمكن لكم انكم تذوبوها وتزيدوها الا بغيتو. انا بما انني شال عليها دايره عليها سوتي ولكن دايراها في اللو، يعني في ادنى درجه باش ما تحرقش ليا البطاطا، لان بغيت انا دوك العناصر والحليب وديك الكريمه السائله يطيبوا مزيان على خاطرهم. سو هنا دابا ان شاء الله غادي نحرك مزيان البطاطا ديالي كي تشوفوا معايا كتجي كريمي. غادي نصبر بين ما تذوب هذيك الزبده ونشوف التكستور ديالها، واش نزيد الزبده واش نزيد هذا الكريمه ولا الحليب، وندوق كذلك واش خاصها الملحه ولا. المهم نديروها على حسب كل واحد على حسب المذاق ديالو، حنا كنبغيو البطاطا ما تكونش قاصحه كنبغيوها تكون سمود. سو غنشوف على هذاك داكشي زعما اللي كتبغي عائلتي ونديرو ان شاء الله.
صافي هنا اصدقائي بطاطا ديالتنا صبحات جاهزه، شوفوا معايا كتلمع ان شاء الله سموت على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غادي نخليها في الاوبسيون ديال دافئ باش تبقى دافيه. الفران ديالي شفت هذاك الكروم ديالي راه قربته هو يسالي، بقى ليه واحد تقريبا 8 ديال الدقائق. دابا غادي ندوز نمشي نشوي السالمون باش كلشي يكون موجود عندنا في دقه واحده سخون. صاوب هنايا بين ما الباربيكيو كتسخن، دابا ان شاء الله غادي ندير شويه ديال الزيت على الوجه ديال الحوت، ومنين غادي نطيبو غادي نورمالمون كنطيبوه من التحت عاد كنقلبوه نطيبوه من الفوق. وانا تجربتي مع الحوت في الباربيكيو ديما كيخسر ليا ملي كان هذا ندير هذيك الطريقه. سوا اش غندير دابا ان شاء الله غنجربها معاكم. غادي ندير هذا الوجه ديالو الفوقاني هو الاول يطيب، عاد نقلبو ونخليه يطيب من التحت ونشوف واش غادي تصدق ليا هذه القضيه ولا لا. الزيت ما درتهاش من قبل لان بغيت نديرها حتى الاخر دابا كي تتعرفوا، ولا بدا خص الزيت مع الباربيكيو باش يتحمر لينا ان شاء الله مزيان. تاو هانتوما معايا يلا بسم الله نشوفوا القضيه اللي بغيت ندير اليوم واش ناجحه ولا لا. غنطيبوا على كل جهه 4 دقائق، والباربيكيو خاصها تكون مسدودة ماشي نخليوها محلولة. ايوا الريحة راها كاينة، ونشوف دابا واش نجحت لينا العملية من بعد 4 دقائق ونشوفو هذا واش ما يخسرش له الوجه ديالو. هنايا الحمد لله الطريقه صدقات مزيانه، دونك غنولي دابا انا ديما نطيبو على وجهه هو الاول عاد نقلبو. دابا هنايا غادي ناخذ هذيك لاصوص اللي درت الحاره مع السكر البني، وغادي نبدا ندهن بها السمك اللي بغيت نديرو حار، وكاينين شي وحدين غنخليهم بدون هذا الحار اللي كي ما كيبغيش ما كيبغيش. شوفوا معايا ما شاء الله على لون ولا شي ما شاء الله. حبايبي شوفوا معايا ما شاء الله السمك كي جا. سو خليت هذوك لي اللور خليتهم بلا حار، وهادو هنايا القدامين سبايسي. كاين عندي ولادي بجوج وزوج ديالي كيبغيو هما سبايسي، وحنايا البنات ما كنبغيوش سبايسي فود. صافي دابا ان شاء الله غنسد عليه نخلي 4 دقائق يطيب من الجهه الاخرى، وها السمك ديالنا صبح موجود باذن الله. اعزائي هنايا غنشارك معكم السمك ديالنا من بعد ما حيدته من الباربيكيو. هذا اللي خليته بلا صوص كيجي على هذا الشكل هكا، وهذا اللي درت له لا صوص كيجي على هذا الشكل هكا. وهذا حبايبي كان هو العشاء ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفات اللي شاركت معكم يكونوا نال الاعجاب ديالكم. هنا بغيت غير نوصل الفكره ديال العشاء تكون سهله وصحيه وفي وقت وجيز.